السلام عليكم، دي زير بوي بيجي رياكشن. جاناكم ولاد برياكشن جديده كالعاده والعويد من سيري افيرو المتواصله. الاولاد مع بعضنا ديما موجودينك اجمعه افيرو صاحبي وشيخين على سيري وعاملين جو رغم اللي قاعدين تنقصوا صاحبي. الروندمون تاعكم قاعد يتيح، ما هذا ما منعش مواصلين والخدمه تقعد خدمه مهما تكون الارقام. تيتر باختياركم انتم الاولاد، انفكشن نمبر 3. تيتر عنده 7 سنين الاولاد، موجي فيويت محسوب كلي ضعيفة الفيويت الولاد، يعني اندر ريتد متاع اندر ريتد هذي وحاجة بيه الولاد. نشجع عليهم تترويد سولو كيبا هكا فهمتني، ولا خلي العباد تزيد تعرف اكثر واكثر واحنا نزيدوا نفهموا العمليه. سينو الولاد اول ما حطيت التيتر حطيته في الريشيرش حسيلو خرج لي البوم كامل متاع ساعتين صح، كنتش رياكتي على البوم متاع ساعتين اللي بعديك باش لقيت الاخر فهمت كيفاش. هذا ما يمنعش يلا بينا الاولاد جايين نعملوا جو جايين نتفرهدوا، يلا بينا نشوفوا الموندو اللي باش يهزنا افيرو دي. متحمس ما نكتبش عليكم، ماذا بيا نهرب على الواقع شويه نمشي للخيال صاحبي، هذا علاش افيرو نستحقه. يلا بينا الاولاد يلا. انا كاتب بدي وين وين يا راني ديما غادي وين وين باش تلقى العدوى شي ما فهموهاش العباد العادي وين نحب مورين دي وين قلت اول راني لوج على زاري فين فينك بالله فين 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 والله ماني عارف كان عرضكم زهري يقولوا له جيب لي اول المره الثالثه عاد تواري انفكشن دري كان حياتك في اختار اللي خسر اختاره يا بيه كاش قوتك لتو تابك ما تذوقش تيمارو حتى تشات جيت تبشت سامحني اما علاش افيرو ديما يغدرك بالدروب بيت نتاعو؟ علاش ديما كي ما تعرف نورمالمون كي تسمع البيت قاعد يتبلد قاعد يتبني نورمالمون ديما تتوقع فهمتني ولا البريود اللي باش يهبط فيها البيت شي دروب البيت باش تسمعك الضب ضب. افيرو ليه صاحبي لازم باش يغدرك، هذا اللي يعجبني في افيرو باش كل شيء كيف كيما حاجه تبان في البيت. لو توقعته انت مشي دروبي لاني انا واحد من الناس ما توقعتوش صح. اصبر نيجا وينك انت كلي كم مدو لك النما كل في فوكو وكل ادليبس وكل يا في من هنا ومن هنا ومن الغادي. افيرو سبيشل افيرو سبيشل مش انا نمثل كاتب انا السيناريو ننتج في افكار تربع بر الاقمار كلها تحشي فيها تشوط وما حصلوا كان ضربة 6 امتار اللوم الناري عين تقود في العالم خذها بعين الاعتبار اللوم الناري عين تقود في العالم خذها بعين الاعتبار. يا برو فيخ يا برو افيرو يحكي لك في لغه صحيحه فيخ يا برو. ويك اب تو رياليتي، شوف شنو صاير، شوف العالم شكون يتحكم فيه، الاندستري نتاع نتاع الموسيقى نتاع التمثيل هوليود اي حاجه فهمتني ولا جايبه سكسيس كيف ما نقولوا النجاح في العالم اجمع السوشيال ميديا كيف الكل شكون يتحكم فيها الالوميناتي. والعباد مازالت مش مصدقته الموضوع من نصله رغم اللي شيء ولا عيناني، يعني ما عادش كل اللي يحشموا ما عادش خايفين كل شيء ولا يعملوا فيه عيناني قدام الناس الكل والناس الكل مكثرية العباد ما يهمنيش اعطيني انا وكذا 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 كهو يعني. دنيا تكون بسالة زيد مصايب زيد تصب رسالة انتحار وانتحار كانت حابة تطيشها ولا تعمل بيها كواترو اما كانت حلك باب العرش حاول ما تضيعش فاتحه ما تفهمتش مع الدنيا حبيت نتعرف على الموت ومتحمس نتونس بالظلمة ونتجاوز لي ناوي كرس نكتب في السيناريو وانتي اللي تتقمص وانتي تتقمص نكتب في السيناريو وانتي اللي تتقمص حاليا برو افيرو ديما متقمص معاك يا صاحبي ديما متقمص ديما ماشي معاك وين هزز نتونس بالظلمة ونتجاوز لي ناوي كرس نكتب في السيناريو وانتي اللي تتقمص وانتي تتقمص الدور تشهد الشهادة تزور وزعمة مزور اهرامات بيع ظهرة سدوا بالورا وخليوني متهور موحل مش من توا دوا انفكشن قوة والمبدأ هو
فاهم من غدوة جليد دي مليون عادي كان يوفى توا توا انا كاتب السيناريو وانت راو بالسيف عليك لازمك تمثل اي في عاد الغفلة ساكي كان مغفل حتى توا مازال مغفل اي بتشز تباع وشتر لفة تدفى تحب تذوق وتحب تتغذى بيب لازم بورنو افيرو لازم بورنو افيرو يهدي علاش ديما بالتفاصيل كي تحكي على المواضيع هذيك يهدي كرام امامك ثقيله ما في الامور الاخرى ظاهر عندك باش اخف ما عنديش جارد كور اما كلها تعس عليا كالرادارات ما عنديش جارد كور اما كلها تعس عليا كالرادارات يا برو ما عنديش جارد كور اما كلها تعس عليا كالرادارات صاحبي كيوت اوف ذا داي صاحبي والله عمري بشوفه باش يتسكر كي حسيت بالسكرات كتب سيناريو وانت جيت تحت الميزاب كي تهرب من القطرات في ساعة طلب سكورة راب سكولة جوز كل مخدرات كان حياتك في اختار رسق اللي يخسر اختاره يا بيش اي اي باش تتعاود باش تتعاود اصبع حتى تشهد شهدت باش تركي سيجارو مش انا نمثل انا كتب السيناريو مش انا نمثل انا كتب السيناريو برو وافيرو كيت بورك سيناريو صاحبي والله وتمثل وتعمل فيهم الكل والله لقى وينك انت كلي كم من مدو لكن ما خيالي تبطل عليا ما قلتو رف الشرف قد مش هراس تديت وشفتو داري بيتو زدت وصلت وشي ما حصلتو العدوى تعود السيناريو خاطيني التمثيل اختصاصي السيناريو نتساوى كيما سوبر ماريو انفكشن 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 سمعتك سكورش سمعتك تسمع في الأدليب الصافي انفكشن 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 اكتيبة غجوات في الشاريو اي مش مواكب عصري عصري مواكبني وما غير ما نعصر مخ اي ما غير ما نعصر مخي نكتب في كتيبة غريبة دركي فيه مش باش نشري اما جوست نحب نعرف الطحين تبيعوا فيه الكيلو على قد ايه مش باش نشري اما جوست نحب نعرف الطحين تبيعوا فيه على قد ايه برو برو كان تعرف واحد طحانة مش يقول هيل وكان تعرف واحد عندي زوز طحانة نعرفه ومانا حاليا من واحد بزير كي تشد بالكبشة اللي هو طحان برجولية باش نجربها صاحبي اسمع اسمع اش تقول كيفاه مش باش نشري اما جوز نحب نعرف الطحينة تبيعوا فيه الكيلو على قديه مش باش نشري مشي ندخل السلام عليكم بالله اخويا مش باش نشري ولا حاجة ما جوز نحب نعرف الطحينة تبيع فيه بقديه صاحبي اسمعي اسمع فيرو جيب الافكار والله سيبني منكم وبيعاتكم انا اختاني مدي بوسي كان حط راسي بتبح فيه قبر مريض بتراب دويه نعرف هذي شغل ونهار مانيش لاهي بيكم لاهي عندي برشا مهام مفرخ كي تجيب لي للهام يا اخي قال مفرخ كي تجيب لي للهام ولا وذنيا بيكم لاهي عندي برشا مهام مفرخ كي تجيب لي للهام لا حول ولا قوة الا بالله والله بل ما نكون ماسترو بوتي دي دي عليه 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 علاش يهبل زد عليه عليه هكا برو للهام يا بوسي قبل ما نكون ماسترو احسب روحك مانيش خادم بدني اما احسب روحك ما سمعتهاش مخي مسكلو يا تحط العصاف العجلة الناحية هنحطها في جابك ومن غير ما نركز نتعبك تحط العصاف العجلة ومازلنا مبسكلو سكر اسلال منيكا كلها تحبني تقدرني ماما يكرهني كلم نيك وخوه فاكت 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 كلم نيك وخوه بكريم عمر تلي باعوه عدونا جيبو خند السوه فيه عدونا جيبو خن مسوه تركك جيبو خن ركوه فيه ما جيبو خن مسوه ماها ديزولي افيرو ما نمشيش معاك خند السوه فيه عدونا جيبو خن مسوه يتركك جيبو خن ركوه فيه حتى سيستمكم مني بوه اي عنده مشكلة مع النيك عنده مشكلة انا اقول لك عنده مشكلة سيستمي كالسي زق تحب تعرف ما وين يصب اي ما وين يصب قانونكم يجيب الشاف علي يعمل طب كي تحب تحكي طب قانونكم يجيب الشاف علي يعمل طب قالوا لكم يجيب الشاف علي يعمل طب ما يعمل شيء خاطر فما ايش قانون في البلاد فما قانون انتم تحبوك اهو اي انتم تطبقوا فيه ما وين يصب قانونكم يجيب الشاف علي يعمل طب كي تحب تحكي طول في اللب كتبت تراب يضحك فيك طب تراب يصيبوا زاد الصعب بزب نسد نقب وزالي نار وقرب كان حياتك في اختار راس اللي يخسر اختاره يا بيش حتى تشهد جيت تبشترك السيجار وصلنا الموضوع وصلنا كيما نقولوا الوقت معين انه تنجم تحكي اتشش هكاك خاطر موجودين اتشش صاحبي وموجودين كي اكثر من اللي يحكي عليه وافيرو فهمت كيفاش وتبعوا امريكا في برشا حاجات وتبعوا الغرب في برشا حاجات اللي وصلنا فهمتني ولا الشيء ولا عينين يعني عايشين بيه فهمت كيفاش صاحبي دونك بالرسمي ربي يسترنا والله حتى تشهد جيت تبشترك السيجار فاك عشان النفل انا كتبت
وينك انت كلي كم ميدو لك النما خليت بدل عليا ما قلتو في الشرف قد مش شرف استديت وشفتو داري بيتو ملا بيت صاحبي اسمعي هارد 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 الشيء هذا هارد صاحبي افيرو ما يفدلكش كالعادة والعويد افيرو ما يفدلكش كالعادة والعويد الوليد تيتر اندريتد برشة 79 كافيو فهمتني ولا 7 سنين التالي اندريتد على الاخر صاحبي دوما هذو اللي حطوا اسم التيتر واللي حطوا جيبات على التيتر هذي وربحوه اسمع الجموع كيما نقولوا كلي الفان بيس نتاع فيرو الصحاح فهمت كيفاش الالف اللي حكى عليهم مش مليون بيبي يتبعوا فيه فهمت كيفاش صاحبي خاطر تيتر هارد با فاك الاولاد وبرشا عباد ما يعرفوهش برشا عباد ما يعرفوهش بدي 79 كا فيو كا اكد لك اللي برشا عباد ما يعرفوش واكد لك اللي فما برشا عباد باش يعرفوه بالرياكسيون هذه وهذه حاجه تعجب خاطر انا واحد من الناس ما نعرفوش فرض الوقت كالعاده فهمتني ولا ويرحم والديكم على الاختيار عندي ثقة في ذوقكم صاحبي وكان كنوا كملنا افيرو انفكشن نمبر 3 تيتر عنده 7 سنين من الهبط حاجة بدعة كالعادة فايب هاردن ما فاك الفلو هاردن ما فاك البيت هاردن ما فاك افيرو هاردن ما فاك كالعادة والعويد ما نجمش نبدل راي الوليد فهمتني ولا خاطر افيرو ما يفدلكش كل ما تسمع له تيتر لازمك تتهايب انا تويك عادي رياكسيون تاع 6 دقائق ولا خديش 6 دقائق واحد يلعبها هكا ما نجمش نعمل حاجة أخرى عكس هذيك ما نجمش نقعد نسمع هكا خاطر فما حاجة مش بتخليك بارك هكا فهمت كيفاش دونك صاحبي تفهم اللي افيرو يوصل اللغه بتاعه والموسيقى بتاعه كانت هارد عنده 7 سنين التالي صح ملي عنده 7 سنين التالي افيرو ما يفادلكش هكا كنوا كملنا رياكسيون ولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنسيو شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب نتاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينسكول اول لينك في الديسكريبسيون اقرا خفيفه تلقى روحك غاديه برو ما لافاش تستنى عندكم بقشيش عندكم تيك توك عندكم اللي تحبوا عليه الكل موجود وبيج رياكشن ديما موجود بقدره ربي 7 على 7 كما فماش جديد فما القديم كيما اليوم ويا برو كانك تفرجت في الرياكسيون هذه بركه ديجا عندك رياكسيون تبع سيري ساماره حتى كان ما تحبش سامرة ادخل تفرج برو وين المشكلة فهمتني ولا نعرفك تحبني انا اسمع لولي هادير تقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن وقبل ما نختموا رياكسيون تاعنا تحيا فلسطين دائما وابدا وان النصر قريب ان شاء الله نبارتاجيو اي حاجة تحكي على فلسطين وندافعوا على القضية الفلسطينية باللي نقدروا الاولاد ونخليوها على ربي والنصر المقاومة ان شاء الله بقوة ربي سبحانه تحيا فلسطين دائما وابدا وبيس